بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن حشرة مرق. نرى في هذه الصورة حشرة غريبة، ويعجب العلماء كيف استطاعت هذه الحشرة أن تحاكي الطبيعة بهذا التقليد الرائع والدقيق، بل كيف علمت أنها ستختفي من أعدائها في أوراق الأشجار، وكيف استطاعت أن تجعل من جسمها ورقة لا يستطيع تمييزها إلا من يدقق النظر فيها طويلا. من تساؤلات يطرحها العلماء الماديون، ولكننا كمؤمنون نقول كما قال الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سورة النور آية 45. والله أعلم. صراحة ما نقول إلا سبحان الله.